رجعت لكم بعد الفاصل، ومعينا دلوقتي نظرا طبعا يعني لطلب الجماهير معينا واحدة الناس طلبتها مني تاني ان هي تيجي معينا طبعا، وهي طبعا شرفتني ونورتني. معينا نانسي. ازيك يا حبيبتي نانسي؟ مروة، ازيك؟ عاملة شرفتيني. ايه؟ ده شرف ليا. وحشتيني. وانتي كمان. وحشتي الناس والله. انتي طلبوكي على كمان فكرة كتير. حبيبتي حبيبتي. طيب قوليلي بقى هنعمل ايه النهاردة؟ انا بصي، شايفاكي احنا جايبة زي المرة موضوع. اللي فاتت ما كنا قايلين ان احنا هنجيب معانا موديل، حابه النهارده اللي يكون بيتفرج عليا يكون ملوش خالص في الميك اب. في بنات ساعات كده لما بقابلها مثلا بقول لهم مثلا انا ميك اب ارتست، احنا مالناش اي حاجه في الميك اب، مالناش اي حاجه في الميك اب خالص، فالحلقه دي عشانهم. تمام. جايبه معايا النهارده حبيبتي الجميله ياسمين. نورتيني. هنعمل لوك سو سيمبل للبنات اللي ما بتعرفش تحط ميك اب. هقول لهم الاساسيات اللي بيبقوا محتاجينها عشان يعملوا لوك سيمبل، ومش هنلاقي يعني سامبل اكتر من ياسمين كده احنا ممكن نشتغل عليه. طب يلا بينا. اوكي، احنا لو بصينا على وش ياسمين، ياسمين عندها هنا حبوب حمراء ملامح. عايز حاجه الحبوب؟ لا مش كتير الحمد لله، يعني فاحنا هنعرف نعالجها. تمام تمام اول حاجه انا بحتاج ان انا يبقى عندي درجتين كونسيلر. تمام. درجه كونسيلر غامقه شويه دي بستخدمها لما بكون خارجه الصبح، مش هحط فاونديشن او اي حاجه. ودرجه كونسيلر كمان فاتحه دي هتبقى لما عايزه اعمل سليبرتي، يعني عايزه اروح ايفنت او اروح حاجه بالليل ويبقى محتاجه احط كونسيلر فاتح. فدول حاجتين لازم ابقى مستخدمهم النهارده. بما اني هعمل ميك اب سيمبل هستخدم الدرجه الغامقه دي. كل البراند ده احنا كلنا عارفينه يعني. بصي فوق، مش بقى بعمل كده خالص خالص فعلا كل الناس بتعمل كده. لا انا بحط هنا وبحط هنا عشان ارفع العين، بحط هنا وبحط هنا عشان ارفع العين بس كده. لما اكون بستخدم كونسيلر سايل ما ينفعش استخدم سبونج، السبونج ده هيمص لي كل الايه الكونسيلر ده، فبستخدم فرشه بخليها ببقى باصه فوق في المرايه وبطبطب مش بمسح. لو انا مسحت كده انا كده ده طبعا الكونسيلر. ينفع بالنهار بالليل في اي حاجه صح؟ بس انا زي ما بقول لك الكونسيلر الغامق ده هستخدمه لما اكون عايزه اعمل حاجه الصبح من غير فاونديشن. انا بس بداري الهالات السوداء اللي تحت عيني، بحط باودر وبنزل. طيب. الكونسيلر الفاتح هحطه لما اكون عايزه اعمل ميك اب تقيل، يبين لي اول حته دي فاتحه وهعمل كونتور وهعمل ايه شغل كتير يعني. تمام. طيب. زي ما انتم كده شايفين النقطتين دول ضروري خالص الهالات ايه بتاعه ياسمين، هما دي يعني ياسمين. وبنفس بس انا شايفه ان ياسمين ما عندهاش هالات سودا كتير، يعني هو مشكله فعلا موضوع الهالات ده. بس انا زي ما بقول لك لو الكونسيلر الغامق ده هيداري لي، يعني ممكن نجيب حد تاني مثلا فيها ده هيظبط كل حاجه. تمام. انا كده خلاص فتحت تحت العين، ما باخدش كونسيلر تاني بنفس الفرشه واللي فيها، بمشي على المناخير وبس كده. تمام. تمام. دي اول خطوه احنا خلصناها. بعد كده لو انا بقى عايزه اداري الحبوب بتاعه ياسمين، الكوريكتور في درجتين، في درجه اورنج وفي درجه خضر. الخضره دي للاحمر، الاورنجي لما بقى عندي بقع دكنه في وشي اللي هي السوداء قصدك، والحبوب العاديه البني. مش في ساعات بيبقى عندنا اللي هو نمش، مش نمش لان النمش للاسف مش هنعرف نشيله خالص باي كوريكتور او حاجه يعني. بستخدم الكوريكتور الاخضر لما بيبقى عندي حبوب زي دي، باخد كده بس. يا نانسي الحاجات دي مش بتبقى مضره اكتر الحبوب؟ انا كده مش يعني مش ما هو انت بيبقى قدامك حلين يا مروه، هخرج بحبوبي وخلاص وهواجه العالم يا اما هعرف اعالج شويه الموضوع ده واول ما هروح اغسل وشي. ما هو كل حاجه لازم هنضحي فيها بحاجه يعني، وده اختيارك بقى انت حره يعني انت عايزه ايه. انا حطيت اهو الاخضر، ضيع لي الاحمرار بتاع الحبوب. تمام. بعد كده هاخد بقى سبونج في الفتره في الوقت ده، سبونجايه عاديه اعمل كده عشان بس البشره تمتص اللون ده. تمام. واسيبه ينشف شويه عشان هحط عليه كونسيلر عشان ما يبينليش خالص الحبوب دي. دلوقتي انا ممكن احط حكايه ياسمين
شطوعي ما تخافيش. بنلعب في وشك. قوليلي يا نانسي، انا في سؤال محيرني جامد، موضوع العرايس اللي بتيجي دي. في ناس كتير بتيجي تقولك، عشان السؤال ده برضه سالته الميك اب ارتست ثانيه، في ناس بتستغل الموضوع، مثلا تكون عروسه تيجي تقول ان عايزه تحط ميك اب سواريه وهي اصلا تكون عروسه وبراحه فرحها. ايوه الموضوع ده بقى ايه؟ حصل كتير الموضوع ده، حصل كتير. طب انت شايفه كتير. بتبقي بامانه وبتبقي شايفه مش ده برضو، معلش عشان هما بيقولوا اصلا ميك اب ارتست بيستغلوا الموضوع ده، مع انه مفيش فرق بين ان انت تعملي ميك اب سواري وميك اب عروسه. لا هو بقى في فرق طبعا في الفاونديشن. انا حد اي حد بيتكلمني بيقول يا جماعه 1 2 3 في الاسعار، ده بستخدم فاونديشن معين، وده بستخدم مثلا الرموش تبقى طبيعيه ولا مش طبيعيه. انا هنا هستخدم كونتور مش براند عالي، مش هستخدم ميكس سبراي عشان اثبت الميك اب 10 ساعات للعروسه، فبيفرق كتير طبعا. بس انا كنانسي يعني هي خلاص هي عملت كده، خلاص حره بقى بينها وبين ربنا، فعادي انا بشتغل شغلي وخلاص. بس هيفرق معاها مع الوقت انه ثبات الميك اب ازاي. هي قالت لي سواريه، فانا عامله ميك اب سواريه مش ميك اب عروسه. فانت كده مره شايفه تمام. احنا دلوقتي دارينا الحبوب تمام. طبعا انا قلت ان ده ميك اب هيبقى للصبح، فانا مش هحط فاونديشن خالص. المره اللي فاتت لو حد بقى فاكر ان انا كنت بتكلم على اللوز باودر، هاخد كده لوز باودر وهثبت مش كتير خالص زي ما انا كنت بقول. انا كده خلاص يعتبر وحدت لون بشرتها، في عيوب دارتها تحت العين وحدته لنفس لون البشره، فانا كده البشره عندي خلاص هي صافيه. ببقى محتاجه بس اخد الفرشه الشقيه الصبح. انا مثلا دي الدرجات بتاعت الروج اجول انا بحبها جدا. الصبح انا ممكن اخد دي وممكن اخد دي وممكن اخد دي، دي اللي فيها جليتر في كتير. الصبح كمان تبقى احسن يعني، بتفضل طبعا اكيد طبعا. الصبح لو حطيتي جليتر كتير مع اشعه الشمس والاضاءه. لا جليتر انا عارفه، لا ما هو ده في جليتر، ما هو ده شيمر. الشيمر يعني هو اوريدي معمول بجليتر، فما ينفعش ابدا نعمل كده. بتتحكي عشان يبان الخد. ايه يا نانسي، ناسي بتعمل كده؟ لا ايوه بالظبط، ده بقى للكونتور. اه عشان اعملي كده يا ياسمين، معلش الحركه دي لا قوي 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 قوي. ايوه بيبين عندي العظمتين. اه صح. فانا لو هي ما عملتش كده وانا بعمل، انا ممكن اطلع هنا وهنا انزل تحت مثلا وانا بعمل الكونتور. طيب. فهي لما بتعملي الحركه دي هي بتساعدني ان انا اشوف العظمتين بتوع الوش. طيب. عشان امشي عليهم بالظبط ويبقوا مظبوطين بالظبط. تمام. فزي ما بقول ياسمين اتحكي كده، اول ما بتضحكي هي بتبين لي اوريدي الخدين، واعرف احط عليهم الروج اجو. طبعا يا جماعه ده سيمبل ميك اب للناس اللي ما بتعرفش تحط ميك اب، يعني ده ولا هينفع سواريه ولا اي حاجه، انتوا متفقين يا او حد ينزل مستعجل يا نانسي مش عايز يحط ميك اب يعني في وقت كتير. لا انا ما بحبش الميك اب المستعجل ده. ايوه افرضي حد ممكن ينزلي حالا، هتنزل زي ما انت بتواجهي العالم بحبوبك. وانا نازله مستعجل وبطلع هنا كده وهنا. طب والحواجب مش بنعمل فيها حاجه؟ هعمل فيها حاجه طبعا، هعمل فيها حاجات. فانا كده شايفه وشي بدا اللون يتغير. بدا لون وشي ياسمين يتغير. هنيجي بقى دلوقتي للحواجب، احنا اتكلمنا عليها كتير قوي المره اللي فاتت. انا بحب اشيل حاجاتي في اكياس كده يا جماعه، يعني استحملوني. بس البودره اللي انا اتكلمت عليها اللي موجوده في اي ستور في اي حاجه مش غاليه، اول حاجه في الحواجب انا بسرحها كده عشان يبان لي شكل الحاجب. ياسمين اوريدي ما عندهاش شعر كتير في حواجبها، فما ينفعش ابدا استخدم درجه غامقه. طيب. لازم استخدم درجه فاتحه. افتح درجة عندي وبعمل كده اكني برسم شعرة شعر.
هو الباودر طبعا احسن، احلى من القلم. هو اخف. تمام. اخف. القلم شويه ايه بيجرح كده، فممكن يوقع الشعر. ياسمين اوريدي حواجبها حلوه. ياسمين كنت لسه هقول لك، ياسمين اصلا حواجبها حلوه. بالظبط. انا بقى ولا استخدمت مثبت للحواجب ولا استخدمت صابونه ولا اي حاجه، انا بس رسمت الحاجب وزودت حبه صغيرين على الحاجب عشان ارسمه. معانا دقيقتين يا نانسي. تمام. معانا دقيقتين. بعد كده بيبقى فيه بقى الاي شادو اللي ناقص والروج. انا كروج الصبح انا بحب جدا استخدم حاجه ليب جلوس. ليب جلوس الصبح مش محتاج شغل كتير، ولا بقى هشرب حاجه يبوظ ولا هيعلم على حاجه. حطي الصبح كده ليب جلوس، لمع شفايفك، طبعي. تمام. حلو قوي. وعشان انا معايا دقيقه واحده بس. تمام. الاي شادو. الاي شادو بقى يا جماعه ما تخافوش من الاي شادو، ما تخافوش. طيب. من الاي شادو ممكن اي درجه نحطها وكده خلاص، يبقى ده ميك اب للصبح. ممكن ننزل. ميرسي ميرسي يا نانسي ليكي، شرفتيني نورتيني. ولينا طبعا حلقات كتير تانية مع نانسي فاصل، استنونا.